بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة نهاية الأسبوع، ولكن كالعادة حلقة يوم الأربعاء بتبقى فيها مش نقول الحصاد، ولكن عندنا تفاصيل جديدة وأخبار مهمة وكواليس أكيد هنتكلم عليها النهاردة، لأن في تفاصيل جديدة وأخبار مهمة جدا ظهرت على الساحة الرياضية المصرية والإفريقية في الساعات القليلة الماضية. النهاردة هنتكلم في ملفات مهمة جدا، في أخبار حاليا بتتصدر الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية، خاصة فيما يتعلق بموضوع لاعب بيراميدز الذي لجأ للقضاء بعيدا عن القضايا الرياضية أو بعيدا عن ساحة الاتحاد المصري أو حتى لجنة الاستئناف أو حتى الاتحاد الدولي. النهاردة في أخبار منتشرة على بعض المواقع هنتكلم بالتأكيد عليها. كمان هنتكلم على كأس الأمم الإفريقية، واحنا بقالنا كده يومين ثلاثة كل يوم بنطلع بمعلومة جديدة. النهاردة عندنا كلام مهم جدا على موضوع تقنية النصف آلي، هل ستطبق تقنية النصف آلي لأول مرة في الملاعب الإفريقية في بطولة كأس الأمم في الكوت ديفوار ولا لا؟ عندي النهاردة مفاجأة مهمة جدا في هذا الأمر هنتكلم عليها، لأن الأمر ده مش هيكون متعلق ببطولة كأس الأمم بس، لا ده واضح إن الموضوع هيبقى مستمر معانا لفترة طويلة، لأن في نقطة تقنية فنية مهمة جدا في هذا الملف النهاردة هنتكلم عليها وهنبروزها لأول مرة عشان الناس تعرف ليه الاتحاد الإفريقي ما كانش بيطبق ده قبل كده، وهل ممكن يطبق ده في اللي جاي ولا برضه لسه عنده نفس المشكلة في المراحل اللي جاية. النهاردة كمان هنتكلم على موضوع إصابة أحمد نبيل كوكا، وعندنا كذا ملف النهاردة هنتكلم عليه في برنامج الترند، ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة، والسؤال اللي بالتأكيد يمكن عمل رد فعل إيجابي جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. أولا السؤال، ما البطولة التي تتمنى أن يحققها الأهلي في عام 2024؟ تقدروا تجاوبوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم، وبالتأكيد في ختام الحلقة وفي استعراض المشاركات هيكون عندنا مفاجأة، لأن النهاردة بالتأكيد عندنا تعليق مهم جدا من فنان كبير حريص دايما على المشاركة معنا في برنامج الترند. طيب عموما نروح بسرعة لأهم العناوين، لأن عندنا النهاردة عناوين مهمة ورئيسية في الأهلي وأيضا منتخبنا الوطن. البداية في ترند الأهلي، الجهاز الفني يدرس خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف. وفي الترند المحلي، أحمد نبيل كوكا خارج بطولة أمم إفريقيا بسبب الإصابة. وأخيرا فيتوريا يرسل القائمة النهائية لأمم إفريقيا اليوم. النهاردة كلنا عارفين آخر موعد لإرسال القائمة هيكون في منتصف الليل الساعة 12 مساء بتوقيت القاهرة، عشان يتم تسجيل القائمة الـ 27 أو الحد الأدنى 23 المشاركة في كأس الأمم في الفترة اللي جاية. هل فيتوريا هيستقر على 26 ولا ممكن يضيف لعيب بديلا لأحمد نبيل كوكا اللي تم استبعاده بسبب الإصابة في مران الأمس؟ كل ده أكيد هيتناقش النهاردة وهنشوف إيه اللي ممكن يحصل في الساعات اللي جاية، ولكن لو مفيش بديل لأحمد نبيل كوكا مفيش مشكلة أنك تسجل القائمة النهاردة بـ 26 لاعب. وسبق قبل كده في برنامج الترند يوم إعلان قائمة المنتخب وفي المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا قلت وأكدت، رغم إعلان القائمة قبل ميعاد إرسالها بثلاث أيام، قلت لسه في فرصة في الفترة اللي جاية عشان المنتخب لو عايز يعمل تعديلات على القائمة قبل ما يسجلها بشكل رسمي. وبالفعل جات إصابة كوكا عشان تأكد ده، لأن النهاردة المنتخب في سياق التصريحات اللي هنستعرضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة كل التصريحات إن القائمة هتتسجل مساء اليوم في آخر موعد في الديدلاين عشان تحدد القائمة النهائية، الحد الأدنى 23 لاعب والحد الأقصى 27 لاعب. الأمر متاح بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللي بالتأكيد بنتمنى له كل التوفيق. طب نروح لاستعراض مباريات اليوم، والنهاردة يوم الأربعاء مفيش إلا مباريات الدوري الأسباني فقط. النهاردة في حوالي أربع مباريات، البداية الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة غرناطة هيستضيف قادش، الساعة 8 وربع في مباراتين، سيلتا فيجو هيستضيف ريال بيتيس، ريال مدريد هيستضيف ريال مايوركا، وفي العاشرة والنصف مساء جيرونا هيستضيف أتلتيكو مدريد. دي أبرز مباريات اليوم واستعراض جدول مباريات الدوري الأسباني. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل، لأن لسه عندنا كواليس مهمة جدا عن الأهلي وعن منتخبنا الوطني
وعن كأس الأمم الإفريقية والملف دلوقتي اللي بيتصدر كل صفحات المواقع الرياضية محمد الشيبي والموقف الذي اتخذه بعيدا عن لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد المصري في مخالفة واضحة جدا سبق اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقات سابقة. فاصل ثم نواصل. طيب الكلام دلوقتي على السوشيال ميديا كلام مهم جدا لأن بيتكلم في موضوع حيوي ومصيري ويفرق كتير على فكرة في المراحل اللي جاية، لأن وقت ما حصلت الأزمة اللي افتلعها اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالشكوى للمحاكم المدنية والخروج من ساحة الرياضة إلى ساحة أقسام الشرطة والمحاكم، من وقتها الموضوع عامل رد فعل كبير جدا وصدى كبير جدا، والنادي الأهلي كان ليه موقف رسمي وتحرك بشكل رسمي وبعت خطاب رسمي لاتحاد الكرة بيقول له قم بواجباتك وصلاحياتك في هذا الملف، لأن المفروض واقعة زي دي حصلت داخل الملعب وتم اتخاذ فيها قرار ما ينفعش يتم اللجوء فيها للمحاكم المدنية أو للقضاء العادي خارج سلطات الاتحاد المصري في مخالفة واضحة جدا للاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم. وبالفعل يمكن على مدار الفترة الماضية كان في تواصل ما بيننا مع المسؤولين في اتحاد الكورة، الموقف الرسمي هيكون ايه؟ هل الاجراء ده اجراء سليم ولا اجراء غير سليم؟ وقتها الاتحاد ما اعلنش رسمي، ولكن مصادر قالت ان الاتحاد احال خطاب النادي الاهلي الى الشؤون القانونية في اتحاد الكورة عشان تدرس خطاب النادي الاهلي وتشوف الموقف القانوني، هل تصرف لاعب بيراميدز يعتبر تصرف طبقا للوائح الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد المصري ولائحه النظام الاساسي، ولا لاعب بيراميدز خالف اللوائح. مش هنقول الكلام ده حصل بشكل رسمي، ولكن احنا دلوقتي هنستعرض الاخبار المنتشره في العديد من المواقع الرياضيه الهامه قبل انطلاق الحلقه بوقت قليل جدا. قدامكم على الشاشة يمكن الوطن سبورت كتب وقال إحالة محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط بسبب حسين الشحات، وفي سياق الخبر والتفاصيل أن الاتحاد المصري طبقا لمصادر نشرت أو بلغت المواقع سواء في الوطن أو مواقع أخرى هنستعرضها دلوقتي، أن الاتحاد المصري قرر إحالة اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط لمخالفته لوائح الاتحاد الدولي واللجوء للقضاء المدني في واقعة حسين الشحات، هذه الواقعة اللي تم إصدار فيها قرار من اتحاد الكرة. وقدامكم طبعا الوطن، القاهرة 24 وموقع في الجول، وطبعا دي الصورة الشهيرة وقت الأزمة نفسها بعد ما تم التصالح داخل غرفة خلع الملابس في استاد 30 يونيو، والكل وقتها اعتقد ان الملف انتهى والقصة انتهت، خاصة في الفيديو ده او في الصورة اللي قدامكم دي، في الصوت اللي طلع من كلام محمد الشيبي كان بيعتذر لحسين الشحات وكان بيقول لحسين الشحات حقك عليا وما اقدرش اتكلم عنك او عن اسرتك وعن والدتك وعن زوجتك باي كلام مسيء وحقك عليا. الكلام ده كان صوت وصوره وكلنا سمعناه وكلنا شفناه، وفي وقت الكلام ده حصل قدام مدير الرياضي لنادي بيراميدز، والموضوع وقتها انتهى ما بين الاثنين. واتحاد الكوره لما نظر في تقرير المراقب وتقرير الحكام خد قرار بإيقاف حسين الشحات طبقا للليحة، إيقافه مبارتين، إيقافه مبارتين. شيبي لو كان عنده وقتها اعتراض على القرار كان يقدر يتجه إلى الاتحاد المصري يقدم مذكرة يقول فيها حيثياته، شايف إن العقوبة غير مناسبة، ولو الاتحاد ما جابلوش حقه يقدر يروح للاتحاد الدولي. ما أنت أصل أنت بتلعب في مجال رياضي، لو كل واحد حصلت معاه مشكلة في ملعب وراح للقضاء وراح لأقسام الشرطة الموضوع مش هيخلص. وفي حكام كتيرة ياما تعرضت لمثل هذه المواقف في المباريات، ولما كانت بتتجه لأقسام الشرطة كان اتحاد الكرة على طول بياخد موقف. ولكن أنا بتعامل بناء على الأخبار اللي قدامي، ويمكن الخبر ده حاليا ترند على السوشيال ميديا. الخبر ده اللي شفتوه على الشاشات ده على الشاشة دلوقتي من المواقع سواء من في الجول أو الوطن أو القاهرة 24، كل العناوين نازلة إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى لجنة الانضباط لمخالفته لوائح الاتحاد الدولي واللجوء الى القضاء المدني. ده خبر موجود حاليا على كل المنصات وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي ومتصدر ترند حاليا دلوقتي في السوشيال ميديا. وقتها الموضوع انتهى وحصل صلح ما بين حسين ومحمد الشيبي واتحاد الكره اتخذ قراره. هل اللاعب لجأ للاتحاد المصري؟ لا. هل تقدم بمذكره؟
تظلم من هذا القرار واللجوء إلى الاتحاد الدولي؟ لا، ولكن كان ليه اتجاه آخر في مخالفة كبيرة جدا. واللاعب ده لاعب دولي، محمد الشيبي لاعب دولي، حاليا موجود مع منتخب المغرب في كأس الأمم، موجود مع منتخب المغرب في كأس الأمم، وتقدر النهاردة لجنة الانضباط في الاتحاد المصري تستدعي اللاعب للتحقيق معاه ويكون فيه اتخاذ إجراءات قانونية معاه طبقا للوائح الاتحاد الدولي. ولو حسين الشحات شايف إن الاتحاد المصري ما جابلوش حقه يقدر يتجه ويصعد إلى الاتحاد الدولي، يقدر يتجه ويصعد إلى الاتحاد الدولي. أنا عندي كلام كتير في الملف ده على فكرة، وعندي حاجات قانونية بس مش هتكلم فيها دلوقتي، حرصا على مصلحة حسين الشحات وحرصا على مصلحة لاعب النادي الأهلي. لكن في ثغرات قانونية حصلت في الملف ده تحديدا، يقدر النادي الأهلي وحسين الشحات نجم النادي الأهلي يجيب حقه تالت ومتلت، لأن الحق في الملفات اللي زي دي ما يعديش، الحق في الملفات اللي زي دي ما يعديش. في حاجات كتيرة ممكن نتكلم عليها، وفي إجراءات قانونية كتيرة على وضعية اللاعبين المحترفين اللي موجودين في بيراميدز في الفترة الحالية في مصر، بس مش هنتكلم عليها دلوقتي، ملف ممكن نتكلم عليه بعدين، ملف ممكن نتكلم عليه بعدين. ولكن لما نشوف اتحاد الكورة ولجنة الانضباط طبقا للأخبار اللي منشورة دلوقتي على المواقع، هل بالفعل ستحدد موعد لجلسة استماع وستناقش هذا الأمر وستتخذ قرار بناء على لائحة الاتحاد المصري ولائحة الاتحاد الدولي ولا لا؟ لكن كان مهم جدا النهاردة في الترند ويكون معانا أول حاجة هذا الخبر المنتشر حاليا على كل المواقع الرياضية الكبرى وصفحات التواصل الاجتماعي. طب ده جانب. الجانب الثاني وهو متعلق بمباريات النادي الأهلي، امبارح الحمد لله كان لنا انفراد مهم جدا لما استعرضنا أجندة الاتحاد الإفريقي في عام 2024، وقلنا المباريات الرسمية بدءا من أول يناير حتى نهاية شهر ديسمبر. وعام 2024 منقسم إلى جزئين، جزء متعلق بالبطولات الإفريقية سواء أندية أو منتخبات أو أجندة دولية حتى شهر 6 اللي هو الموسم اللي احنا فيه دلوقتي، والجزء الثاني الموسم الجديد والاستعداد للمرحلة القادمة بدءا من شهر أغسطس حتى شهر ديسمبر. فلو عدينا عدد المباريات اللي الأهلي هيلعبها في الفترة الجاية، حتى لو وصل إذا إن شاء الله ربنا وفقنا ووصلنا إلى المراحل النهائية كما هي العادة في كل مرة، أعتقد وقتها الأهلي هيكون مقبل على ما يقرب من حوالي من 40 إلى 50 مباراة. ولكن كلنا بنستنى دلوقتي بقى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تحديدا أو رابطة الأندية عشان تعلن باقي مباريات الجدول خلال الفترة اللي جاية. ماتش بلوزداد اتحدد ميعاده أحد أيام 16 أو 17 فبراير، كأس الأمم يخلص 11 فبراير، بعدها على طول بخمس أيام لاعبي النادي الأهلي سيتجهون إلى الجزائر، عندهم مباراة أحد أيام 16 أو 17 يوم الثلاث أو الأربع. المباراة هتتلعب في ملعب خمسة جويلية في العاصمة الجزائر، وده ميعاد رسمي لمباراة الجولة الرابعة المؤجلة في دوري أبطال إفريقيا. يعني منتخبنا إن شاء الله ربنا يكرمنا نوصل فاينل، وقتها لاعبي النادي الأهلي مع منتخبنا لما يرجعوا يوم 11 فبراير مفيش 24 ساعة ويسافروا مع الأهلي على طول على الجزائر. طب لا قدر الله منتخبنا خرج مبكرا، لا قدر الله، احنا لازم نحط كل الاحتمالات، وقتها لاعبي النادي الاهلي هيرجعوا للتدريبات وهيشاركوا في التدريبات ويواصلوا الاستعداد لمباراه بلوزداد، ولكن مش هتكون في اي مباريات رسميه للاهلي، مش هتكون في اي مباريات رسميه للاهلي حتى السفر الى الجزائر، لان اداره المسابقات قالت ان الدوري مش هيستأنف الا بعد كاس الامم، سواء المنتخب كمل أو المنتخب لم يستكمل مشواره في بطولة الأمم. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذا الملف، ويكون عندنا موعد بإذن الله كمان في شهر مارس في أول أيام رمضان بإذن الله على بطولة كأس مصر نهائي الكأس مع نادي الزمالك. طيب المنتخب بيستعد إزاي؟ والنهارده كان في خبر مهم جدا عن خروج أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني بسبب الإصابة اللي تعرض لها في تدريب الأمس، وبالتالي قائمة المنتخب دلوقتي 26 لاعب. هل ممكن فيتوريا يستدعي لاعب بديل لأحمد نبيل كوكا ولا هيكتفي بال 26؟ مشوار البطولة هل المنتخب هيحتاج فعلا ان يكون ب 27 ولا ممكن يختصر ل 26 لاعب؟ هل البطولة صعبة على منتخبنا ولا المنتخب ممكن يعمل نتيجة جيدة ويوصل للمراحل النهائية زي ما حصل في 2017 او سوري في 2017 و 2021؟ لأن النسخة اللي جاية في كوت ديفوار هي نسخة 2023 حتى لو هتتلعب في 2024. كل التفاصيل دي بالتأكيد عشان نسمع بقى الكلام المفيد ونستفيد بالكلام الفني المهم من أحد نجوم الكرة المصرية
وكابتن كبير للنادي الاهلي ولمنتخبنا الوطني في فتره كانت مهمه جدا في الثمانينات تحديدا، الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف مساء الفل ومنور الدنيا. مساء الفل يا محمد، وحشني جدا. كل سنه وانت طيب وكل جماهير مصر والنادي الاهلي بسنه سعيده يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله سنه سعيده علينا جميعا يا رب. طيب اولا متفائل باذن الله لمشوار منتخبنا في كاس الامم ولا بتنظر لهذه المساله ازاي؟ والله يعني بروح المشاهد او بالخبره اللاعب مثلا اللي كنا موجودين فيها في جعبه منتخبات مصر قبل كده. في شواهد حصلت قبل البطوله، مباراه الجزائر لو تفتكرها. الوديه اللي كانت موجوده. اعتقد ان منتخب مصر ادانا شيء من الامل، يعني بريق من الامل كده انه هيكون ليه بهذه الروح وبهذا الاداء والشخصيه دي مكانه في بطوله افريقيا الجديده باذن الله. وبتمنى ان محمد صلاح بقى يحقق بطوله في مسيرته دي، متهيألي اللي هي ناقصاه يعني. اكيد. اذا مباراه الجزائر كابتن شريف شايفها ان هي ممكن تكون مؤشر ايجابي لمشوار منتخبنا، لان مفيش مباريات ثانيه اعتقد ادتنا المؤشر ده الا لقاء الجزائر في الامارات. دي الثقه، ادتنا الثقه كمان يعني. بتلعب مع فريق زي الجزائر ده انا بعتبره رقم واحد في شمال افريقيا، ورقم واحد مع المغرب و والسنغال وتونس طبعا. صح، والسنغال وكاميرون يعني دول فرق كبيره جدا، والمغرب زي ما قلت وتونس كمان فرقه محترمه. فدول الخمس ست فرق، هو صاحب الارض الكوت ديفوار، دول الخمس ست فرق اللي هتبقى المحور الميداني فيها للبطوله. والحظ يبتسم باذن الله للاوفر لمنتخب مصر باذن الله يعني. باذن الله. طيب جانب تاني متعلق بالمجموعه وترتيب المباريات، مصر معاها موزمبيق، غانا، الراس الاخضر، وده ترتيب الماتشات. شايف الترتيب ازاي ووضعيه المجموعه يا كابتن شريف في ظل ان احنا متاح نصعد بثلاث منتخبات، مش المنتخب الاول او الثاني، مش مركز اول وثاني بس، ممكن يكون في افضل ثالث كمان. هو عنوان البطوله اول مباراه محمد يعني، ضربه البدايه. ضربه البدايه اهم حاجه في البطوله كلها. هي ضربه البدايه وضربه النهايه، يعني هي دي اللي بتوصلنا صح للامل المنشود يعني بالنسبه لجماهير مصر كلها. فلازم اللعيبه تاخد مباراه موزمبيق دي اعلان عن نفسها، وزي ما بنقول كده بيرسلوا رساله قويه جدا داخل المنتخبات كلها ان مصر موجوده وموجوده بقوه يعني. لان في منتخبات ثانيه تحمل كثيرا من المحترفين اللي في اوروبا، مشاركين في العالم كله على رسوم السنغال يعني والكاميرون. ف انا بعتقد ان المنتخبين دول اللي هيطلع منهم هو الجزائر ومصر والسنغال والكاميرون يعني. أكيد. طيب مباراة غانا في ترتيب المباريات هتكون المباراة الثانية. أيوة. شايف الترتيب ده ممكن يكون في صالح منتخبنا يا كابتن شريف ولا شايف الترتيب ازاي؟ أنا شايف إن غانا هتبقى أسهل مباراة، مش الصعب بالاسم يعني، هي مش الفرقة اللي بتخوف دلوقتي يعني. أيو هو الوحيد اللي بيلعب دلوقتي من الجيل القديم، أنا معرفش استقدمه شباب بقى جداد وكلام من ده، وفي هارموني جديد يقدر يتكلم عن اسم غانا الكبير، ولا اعتقد ان هم لسه بيلملموا نفسهم يعني. اي فرقه تانية اللي هي المجهول دي انا ما بخافش غير منها. الفيرد الاخضر، موزمبيق، دول الفرق اللي تخاف منها، شباب وسرعه وبتاع، وانت ما بيقرفكش الا الناس اللي بتجري كتير واللي ما عليهمش اي ضغوط او دوافع. هم دول اللي يخوفوك، فعشان كده بقول لك الاهتمام كله مش بهتم بالراس الاخضر وبهتم بال صحيح بموزمبيق. غانا بالنسبه لي انا رايح وكسبان ثلاث نقاط قدام غانا خلاص، انت اول مجموعه ان شاء الله. طيب عايز اقول لحضرتك خبر دلوقتي يمكن رسمي تم اعلانه من قبل اتحاد الكوره، يمكن تم استدعاء مهند لاشين بدلا من احمد نبيل كوكا اللي خرج بسبب الاصابه. يعني تعليقك على خروج كوكا وانضمام مهند لاشين كلاعب خط وسط مكان احمد نبيل كوكا؟ هو مهند لاشين ده كان لازم يبقى موجود قبل محمود حماده يعني، مش يعني عايز تتكلم، سيبك من الاصابات والحاجات. طبعا انت عندك برضه عندك اثنين لعيبه من عندنا رايحين مصابين اصلا، امام عاشور والشناوي. هي اصابات خفيفه يعني، ممكن الحق يعني ان شاء الله المباراه الاولى يعني، ما افتكرش المباراه الاولى امام عاشور هيبقى موجود فيها، لان الملخ اللي بيبقى في العضله
العليا دي في الفخذ مش سهله، بياخد وقت، دي تاخد لها 21 يوم على الاقل. لا انا مجرب الملخ ده يعني، لازم يبقى ليه تريتمنت خاص، ولازم تبقى قاعد على طول كل يوم جلسات ومشي خفيف وبتاع يعني، قصه كده فيها احترام للاصابه جامد جدا يعني، ما فيهاش استهتار بيها يعني. يعني ما اقدرش اضغط على نفسي والعب وهي موجوده يعني، مش هتعطلني كتير. طيب ده يخليني اسالك يا كابتن شريف، يعني معنى وجود مهند لاشين مكان نبيل كوكا، وده كان المفروض يحصل حتى من البدايه، لان انت شايف مهند يكون موجود حتى مكان محمود حماده. طيب عدم انضمام ياسر ابراهيم، هل لغز يا كابتن شريف؟ هل يعني اتفاجئت عدم وجود ياسر؟ مصاب يعني؟ لا ياسر سليم، ياسر سليم سليم؟ لا سليم. لا ياسر قبل علي جبر وقبل احمد سامي، دول ببعيد يعني، ما ده راجل سبرنتر وواقف على رجليه، والتانيين دول بيلعبوا وهم واقفين يعني، مش يعني المجهود المجهود التسلم والاستلام والسرعه متوافر في ياسر يعني، وبعدين ياسر بيلعب بمعتقلات افريقيا والكلام من ده يعني، عنده خبره في الفتره اللي فاتت دي كلها تؤهله ان هو يستحمل اي ضغوط في المرحله اللي جايه دي يعني. مظبوط مظبوط. طيب سؤال اخير يا كابتن شريف، يعني توقعاتك، يعني اكيد امنياتنا المنتخب يوصل فاينل، ولكن توقعاتك المنتخب ممكن يوصل للدور الكام؟ الفاينل باذن الله، الفاينل الاربعه الاوائل يعني، هو ده اللي انا شايفه يعني. متفائل يعني جدا يا كابتن شريف. انا والله. انا عايز محمد صلاح يحط في اعتباره ميسي في نهائي كاس العالم اللي فات، يعتبر نفسه ان البطوله دي بالنسبه له الملاذ الاول والثاني دخول كاس العالم القادم يعني، فهم دول بالنسبه له يكونوا اهم اشياء في حياته اليومين دول، ويدي ويقف بالاولاد ويديله ويديهم الروح والشخصيه ويبقى متوفق، ان هو ده اساس لما بيبقى موجود في الملعب يا محمد، انت بتحس ان انت عندك ورقه دايما تقدر تحدث لك الفارق يعني بينها وبين اي حد، فبتمنى له التوفيق واللعيبه كلها، وربنا يبعد الاصابات عن الناس كلها، والمحترفين يبقوا على اتم وجه يعني باذن الله استعداد يعني. طيب برضه حاجه اخيره، مين النجم اللي ممكن يكون متالق في هذه البطوله؟ تتوقع لاعب هو يكون نجم البطوله؟ طيب كتير، ناس كتير يعني، عبد المنعم المفروض الشناوي كمان يعني، في اللاين فيرويد دايما تريزيجيه، وبتمنى مرموش الشكل اللي كان ناجح فيه في المانيا الفتره اللي فاتت دي يبان في البطوله دي، والشخصيه تبان بقى، ومحمد صلاح طبعا يعني. اكيد كابتن شريف، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا محمد، ودايما ترند كده في كل حته. ربنا يخليك يا رب. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، بالتاكيد ده كلام فني مهم جدا عن مشوار منتخبنا وتوقعاته وامنياته، وبصراحه ادانا جرعه تفاؤل كبيره جدا، لان هو شايف ان منتخبنا هيحقق نتائج جيده، ممكن يوصل لما هو ابعد ويوصل سيمي فاينل ويكون من الاربعه الكبار. نتمنى يا رب، لان المنتخب على فكره هو وصيف اخر بطوله، ما ننساش ده على فكره برضو كنوع من التفاؤل كده، ان احنا وصلنا فاينل وكسبنا المغرب، كسبنا الكوت ديفوار، كسبنا الكاميرون، فمنتخبنا يقدر يحقق حاجه ان شاء الله في بطولة الأمم. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا ولكتيبة روي فيتوريا. فاصل ثم نواصل. كأس الأمم الإفريقية يعني هينطلق بالظبط بعد حوالي 10 أيام. بطولة مهمة جدا، هتتلعب على مدار 30 يوم من 13 يناير حتى 11 فبراير في 6 مدن في كوت ديفوار. منتخبنا هيكون في أبيجان في العاصمة، ونتمنى يا رب يعني نتمنى يا رب بإذن الله نكون في صدارة المجموعة، لأن الصدارة معناها هنكمل في العاصمة. لو انتقلنا للمدن الاخرى سواء بوكيه او اماسوكرو او سان بيدرو او المدن الثانيه دي، يعني الموضوع صعب جدا على منتخبنا في الاستعداد الفني، في البدني، في المعيشه، في التغذيه، يعني الموضوع صعب جدا. وانا سبق وحذرت كذا مره، واتقال ان المنتخب بعت كذا مندوب، اتمنى ان يكون الناس عملت شغلها عشان الامور دي ما تنعكسش سلبيا على منتخبنا، عكس المنتخبات الاخرى اللي حضرت من بدري وخدت اماكن من بابها، يعني من A to Z، ما سابتش اي حاجه بالصدفه، ورحنا للمدن دي، المدن دي احنا اللي رايحين لها، فالمنتخبات دي هي اللي موجوده فمتعوده عليها، فاتمنى جزئيه الاقامه والاعاشه ما تبقاش مشكله لمنتخبنا في كاس الامم. ولكن النهارده عندي ملف جديد وملف مهم جدا، وبرده لاول مره بيعلن للناس، لان ناس كتيره بتسال هو ايه الفرق ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي.
انا مش هتكلم على الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي، يعني مش هروح في الكاتيجوري او في المستويات لحاجه اعلى شويه، لا انا هتكلم على اسيا وافريقيا، لان على فكره في نفس التوقيت اقامه كاس الامم هيكون في نفس التوقيت اقامه كاس اسيا. بطوله الامم الاسيويه هتتلعب في نفس توقيت بطوله الامم الافريقيه، فطبعا انت هتبص تشوف هنا حاجات ومش هتلاقي هنا حاجات. فالناس هتقعد تعمل مقارنات من بدر اهو من قبل انطلاق البطولتين ب 10 ايام. النهارده انا اقول لكم ايه اللي هيحصل وليه هيكون في فارق فني في التقنيات ما بين اسيا وافريقيا. اسيا هتطبق تقنيه النصف الي لكشف التسلل. اسيا هتطبق تقنيه النصف الي لكشف التسلل، دي تقنيه من ضمن الاوبشن التقنيات اللي موجوده في الفار. تعرفين الفار في كذا اوبشن، عايز تعمل تقنيه خط المرمى، عايز تعمل تقنيه التسلل سواء من خلال الخطوط او من خلال النصف الي، يعني حاجات كتيره جدا موجوده في التقنيه، حاجات تكنولوجيه مش هشرح فيها تفاصيل كتيره، ولكن تقنيه النصف الي من التقنيات الدقيقه جدا في كشف التسلل، واحنا شفناها في كاس العالم للانديه اللي شارك فيها النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه. الاتحاد الافريقي طلب ان التقنيه تتطبق، ولكن حصلت مشكله، والمشكله دي هيكون ليها اثر كبير جدا فيما بعد، عشان الامر هيكون متعلق بايه؟ الكوره بتاعه البطوله. انت عشان تطبق تقنيه النصف الي بنسبه 100% سليمه لازم في ادوات معينه تكون مكتمله معاك. ادوات اوكي ممكن تكون موجوده، بس الكوره عنصر مهم جدا زي ما انتم شايفين على الشاشه، يمكن دي تقنيه النصف الي السوم اوتوماتيك، يعني بتبقى مهمه جدا في شرح في مساله التسلل، وبتبقى دقيقه جدا عكس الخطوط. فانت الكوره اللي هتلعب بيها في البطوله مش هي الكوره اللي مع احدى الشركات الرايه اللي بتطبق تقنيه النصف الي. خدوا بالكم من الجزئيه دي، جزئيه مهمه جدا. ناس كتيره بتقعد تسال ليه التقنيه هتطبق، او يعني ناس بتسال هتطبق ولا مش هتطبق؟ طب مش هتطبق ليه؟ بسبب الكوره. الاتحاد الافريقي متعاقد مع شركه لتوريد ادوات من ضمنها الكرات، شركه رياضيه معروفه جدا، يعني مش هينفع اقول اسمها. الشركه دي مش هي اللي فيها الادوات او التكنولوجيا اللي موجوده في الكوره اللي بتلعب بيها المباريات. اللي عنده التكنولوجيا في الكوره اللي بتطبق فيها تقنيه النصف الي او التسلل دي شركه تانية وشركه منافسه، والشركه دي الفيفا، هي راعي للفيفا وبتتلعب بيها كل مباريات الفيفا، ونفس الامر بتتلعب بيها كل مباريات البطولات الاسيويه، ولكن الشركه دي مش هي اللي ماضيه مع الاتحاد الافريقي. وبالتالي طول ما الشركه الاخرى موجوده مع الاتحاد الافريقي استحاله تطبق تقنيه النصف الي. انا بجيب لكم معلومه جديده محدش سمع عنها ولا اتكلم عنها قبل كده. الكوره اللي هتتلعب بيها مباريات كاس الامم هي السبب اللي مش هيخلي الاتحاد الافريقي يطبق تقنيه النصف الي، لان الكوره اللي بيسمح بيها اقامه هذه التقنيه او تنفيذ هذه التقنيه شركه رياضيه اخرى او شركه كوره اخرى، مش هي اللي ماضي معاها الاتحاد الافريقي. وبالتالي كاس الامم للاسف مش هتقام فيها او مش هتنفذ فيها تقنيه النصف الي. في المقابل بطوله امم اسيا هتقام فيها او هتنفذ فيها تقنيه النصف الي. الناس حاولت والناس حبت تجرب وتشوف من خلال بعض الادوات، ولكن الكوره هي العنصر المهم جدا في تنفيذ التقنيه بنسبه 100%. سهل جدا تسطب الكاميرات في اماكن معينه، سهل جدا تعمل كل التكنولوجيا اللي عايزاها النصف الي لتطبيق التسلل، ولكن الكوره عنصر مهم جدا عشان دقه النتيجه، وبالتالي ده مش هيكون موجود عشان الكوره. امتى الاتحاد الافريقي يقدر يطبق التقنيه؟ لما يغير الكوره. انا طبعا مش هينفع اقول اسماء الشركات، ولكن انتوا اكيد فهمتوا الفيفا بيلعب بكوره تبع شركه ايه، والكاف معاه كوره تبع شركه ايه. اي حد ممكن يخش على الويب سايت بتاع الفيفا او الكاف ويقدر يعرف ده، وبالتالي الكوره هي اللي هتكون سبب رئيسي في عدم تطبيق تقنيه النصف الي في بطولات الامم الافريقيه، خاصه بطوله الكوت ديفوار. بالمناسبه وانا بتكلم على موضوع التقنيات والنصف الي وبتكلم على حاجات يعني المفروض يعني الاتحاد المصري يقرب حتى ولو بتفاصيل منها، هل تتخيلوا ان الاسبوع ال11 اللي اتلعب في الايام اللي فاتت ما كانش فيه تقنيه التسلل؟ والله العظيم ما كان فيه تقنيه التسلل. الناس مش واخده بالها عشان الاهلي ما بيلعبش والزمالك مش موجود وبيراميدز ما بيلعبش، فالمباريات دي اللي عليها نسبه مشاهده كبيره محدش واخد باله. كل المباريات، مباريات البنك الاهلي وزد والداخليه، يعني كل الفرق والاتحاد والاسماعيلي والمصري، كل الفرق اتلعبت
المباريات دي بدون وجود تقنية التسلل، خطوط التسلل مش موجودة. ليه؟ لأن الاتحاد عليه مستحقات لغاية اللحظة دي لسه ما اتدفعتش، فالتقنية موجودة ولكن أوبشن التسلل مش موجود في الماتشات. الله أعلم لما نرجع في شهر فبراير ونستكمل مباريات الدوري، ونستكمل مباريات الدوري ولو الفلوس ما اتدفعتش، هل في أوبشن تاني من الفار مش هيتم تنفيذه في الدوري ولا لأ؟ الله أعلم. أنا بس حبيت النهاردة وأنا بتكلم على موضوع الفار وتقنية النصف الآلي في بطولة الأمم أوجه رسالة لاتحاد الكورة. وصل لك دخل مالي مهم جدا من بطولة السوبر للأندية الأبطال. أعتقد أكتر حاجات محتاجة دعم الفترة اللي جاية مستحقات الحكام اللي هي متأخرة من الأسبوع الواحد وعشرين في الموسم الماضي. يعني في 13 أسبوع من الموسم الماضي و11 أسبوع من الموسم الحالي. بنتكلم في 24 أسبوع. ده بخلاف مباراة كأس الرابطة. بس كأس الرابطة ده أمر متعلق برابطة الأندية مش اتحاد الكورة. يعني رابطة الأندية كمان عليها مستحقات على فكرة. رابطة الأندية عليها مستحقات. بطولتين كأس رابطة والتالتة اللي هتبدأ كمان أيام. كل الفلوس دي ما اتدفعتش للحكام. وتقنية التسلل اللي موجودة في الفار ما اتطبقتش في الأسبوع 11. ليه؟ عشان في مستحقات فالشركة المسؤولة عن تطبيق التقنية سحبت الأوبشن بتاع التسلل. فأي مباراة من النهاردة من امبارح من اللي جاي مش هنشوف فيها تقنية التسلل. أي لعبة فيها تسلل مش هتشوف فيها الخطوط. والحكم هيمشي اللعب وإما ياخد القرار بناء على الرؤية اللي هو شايفها في الملعب. لكن الفار مش هيراجع حاجة. مش هيراجع حاجة. شوف أنا بتكلم في مستوى إيه ووصلت لمستوى إيه. أنا بتكلم على الكاف عايزين تقنية النصف آلي وبس هو عنده مشكلة في الكورة. إحنا بقى في اتحاد الكورة بدل ما نوصل لده لا رجعنا خطوتين ثلاثة لورا. تقنية التسلل مش موجودة. ليه يا فندم الخطوط مش موجودة؟ عشان الأوبشن ده اللي الشركة الراعية أو الشركة المسؤولة عن الفار سحبته من العربية. من عربية الفار. ليه سحبته؟ عشان ليها مستحقات. ليها مديونيات وليها حاجات كتيرة بقى لها فترة الاتحاد لم يسددها. والناس بتعتمد أو شايفة إن الأهلي ما بيلعبش والأندية الجماهيرية الكبيرة ما بتلعبش فبالتالي محدش هياخد باله ومحدش هيركز. هو ده الدوري اللي المفروض بيعلو بيه أو بيهتموا بيه أو بيعظموا من قيمة المنتج. للأسف لما تبصوا على ماتش الأهلي وفيتشر وكأس السوبر للأندية الأبطال شوف التسلل اتحسب ازاي في كام ثانية أو قرار الفار لما لغى التسلل ازاي في كام ثانية. أدوات ومعدات وفر ده للحكام وفر ده للمنظومة. لأن الرياضة أو الكورة المصرية أو منتج الدوري والله العظيم المنتج بتاعنا بصراحة بأمانة يعني إحنا بنبخس حقه بشكل صعب جدا. نصرف عليه عشان يجيب لنا مداخيل مالية كبيرة. محتاجين نصرف عليه بس نصرف عليه صح. وأوجه الصرف تتوجه للأماكن الصح والأماكن السليمة. مش معقولة في الأسبوع 11 في الدوري الدوري بيتلعب بدون تقنية التسلل. عموما كأس الأمم رسميا زي ما بقول لحضراتكم مفيش فيه تقنية النصف آلي. هنشتغل على قديمه اهو ماتش الاهلي والفيوتشر قدامكم على الشاشه. بصوا اللعبه كابتن احمد حسام طه رفع تسلل. رفع تسلل وارد خطا وارد على فكره وممكن يحصل مع اعظم حكام المساعدين في المباريات الكبرى كمان. ولكن الفار بقى هنا. الفار هنا والناس ما خدتش بالها من حاجه مهمه جدا. هو محمود عاشور اللي كان على تقنيه التسلل او على خط الفار في اللعبه دي ادى في كسر من ثواني يعني في 3 4 ثواني ادى على طول الهدف سليم مفيش تسلل. وهو محمود عاشور في ماتش الاهلي وفاركو اللي قال لك الكره التسلل رغم ان هي كانت اوضح من دي. محدش ناقش الجزئيه دي على فكره. على فكره يا جماعه محمود عاشور هو اللي ادى اللعبه دي هدف وهو اللي ادى اللعبه بتاعت ماتش الاهلي وفاركو هدف بيرسي تاو قال تسلل. رغم ان لعبه بيرسي تاو كانت اوضح من لعبه مودست على فكره. اوضح من لعبه مودست. ممكن يكون خطا من الحكم بس برضو خلونا نتكلم بمنطقيه على فكره لان محمود عاشور طلع يتكلم على الحاله دي. الادوات المعدات هل سبب؟ انا شايف بعد اللي شفته في الماتشات دي والماتشات اللي قبل كده ومن خلال خبراتنا من متابعتنا للفار لا اتحاد الكوره ما بيوفرش الادوات المناسبه للحكام. فالغضب كله مننا او من الجماهير بيروح للحكام. انا شايف ان اتحاد الكوره مسؤول مسؤوليه كبيره جدا عن الاخطاء اللي كانت موجوده قبل كده والاخطاء اللي جايه لو ما عرفش الادوات اللي موجوده في عربيات الفار. مش هطول اكتر من كده ولكن كان لازم اتكلم على موضوع تقنيه النصف الآلي في كاس الامم. وبالمناسبه جات لنا معلومه كمان على موضوع التسلل اللي فجاه اتشال عشان عليهم مستحقات
واتحاد الكوره ما دفعش الفلوس لغايه دلوقتي. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب اليوم السابع، بيقولوا ان جهاز الاهلي يركز على التدريبات الخططيه بعد انتهاء الراحه. طبعا الراحه هتخلص يوم 10 يناير واول التدريبات يوم 11، هيكون في قياسات بدنيه، اللعيبه ترجع، يبدا كولر يشوف البرنامج الفتره اللي جايه، عدد المباريات الوديه للفتره اللي جايه. طيب كوره بلس بيتكلموا على ميركاتو 2024، قرار كولر يصعب موقف الاهلي في اختيار مهاجم جديد. هو الامر تم الاستقرار عليه على فكره، يعني الاهلي اكيد لو بيفكر في مهاجم هيكون جنسيه ما فيهاش فكره ان انت يعني استنفذت العدد الاجانب المتاحين طبقا للائحه، وموديست اكيد من تصريحات كولر شايف ان هو لازم يكمل لنهايه الموسم. وبصراحه بطوله السوبر وماتش فيوتشر تحديدا هدف وصناعه هدف ممكن يخليك تفكر شويه ان ممكن يكون موديست في النصف الثاني من الموسم ممكن يظهر بالمستوى اللي كولر شايفه. عموما هنشوف ايه الخطوات الفنيه اللي هتتخذ في الفتره اللي جايه. طيب بالنسبه للخطوات في الجول النهارده، بيقول نقلا عن مصدر في الاهلي، نضع الرتوش الاخيره في صفقه وسام ابو علي لاعب سيرس السويدي، لاعب فلسطيني، وكلنا عارفين ان الجنسيه الفلسطينيه لا يعتد بها كلاعب اجنبي في الكوره المصريه. عموما هنشوف الفتره اللي جايه هل الكلام ده صحيح، هل في مفاوضات، هل الامر سيحسم خلال ساعات. انتوا عارفين دايما احنا هنا ما ينفعش نجتهد ولا نتكلم في معلومات الا لما تكون رسميه، فهنتمهل لغايه لما نشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، ولكن انتوا عارفين دايما المواقع بتجري ورا اي خبر لعل وعسى ممكن يحصل او يكون فيه جديد. اليوم السابع، عبد القادر يفضل العروض الخارجيه عن المحليه حال الرحيل عن الاهلي. انا اكدت لحضراتكم امبارح واول امبارح ان العرض القطري اللي نشر في بعض المواقع ان في عرض من الوقره لاحمد عبد القادر، الكلام ده غير صحيح، والنادي الاهلي لم يتلقى اي عرض رسمي. ولكن احمد عبد القادر لو في امكانيه للخروج في يناير عشان يستعيد مستواه، على المستوى الشخصي طبقا للمنشور النهارده في اليوم السابع، هو بيفضل انه يلعب خارج مصر افضل ما يلعب في الدوري المصري. هل كولر هيكون له وجهه نظر ثانيه؟ ده هنشوفه في الساعات اللي جايه، لان الكلام ده حصل مع احمد قندوسي، كان عايز يطلع بره في يعني بره في اماكن ثانيه، ولكن كولر قال لك لا انا عايزه في الدوري المصري عشان يكون تحت عناية اتفرج عليه. فهل نفس الامر هيكون مع عبد القادر ولا لا؟ ده هنشوفه في الساعات اللي جايه. حساب الوطن سبورت بيقولوا ان علي معلول يرفض طلب الاهلي. بصوا يعني مع كامل احترامي طبعا للزملاء في الوطن، بيتكلموا في فكره ان علي بيتكلم في سنه ولا سنتين، بيتكلم في قيمه ماليه تزيد ولا تقل، وانا بقول لكم مع علي معلول التفاصيل دي مش موجوده، علي معلول مستمر مع الاهلي، علي عايز يعتزل في الاهلي. فمكمل لسه مع النادي الاهلي. طيب نروح بقى للسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه واللي عمل رد فعل جميل جدا على السوشيال ميديا، لان البدايه بدايه مهمه جدا. معانا طبعا القبطان نبيل الحلفاوي. زي ما انتم شايفين ده اول تعليق معايا النهارده، وبيقول لي في الاجابه على السؤال لما طرحنا البطوله اللي تتمنى ان يحققها الاهلي في عام 2024، هو قال لي بطوله، علامه استفهام وخمس ست علامات تعجب، وقال لي ليه التشاؤم ده يا ابو فارس؟ والله يا قبطان مش تشاؤم ولا حاجه. احنا عشان خاطر القبطان نبيل الحلفاوي والفنان الكبير اللي احنا بنعشقه وبنتابعه من ايام ما كنا يعني صغيرين ولغايه دلوقتي بنبقى حريصين ان احنا نتابع كل اعماله الفنيه. احنا قلنا اصعب بطوله او البطوله اللي اتمنى الاهلي يحققها، عشان خاطر هو بس هنغير السؤال دلوقتي واحنا على الهوا، ومش هنقول البطوله، هنقول بشكل مختلف، ما هي البطولات، ما هي البطولات او ما البطولات التي تتمنى ان يحققها الاهلي في عام 2024؟ تمام، عشان ما يكونش فيه تشاؤم اهو، البطولات مش البطوله. فان شاء الله باذن الله قبطان يا فنان كبير الفنان نبيل حلفاوي، 2024 باذن الله مش هتكون بطوله واحده، مش هيكون فيه تشاؤم، ولعل وعسى يمكن بنزرع السعاده في ارض تشاؤم ناس تانيه، لكن احنا الحمد لله ممكن يكون عندنا بطولات ان شاء الله في عام 2024، وباذن الله مش هتكون بطوله واحده، ودايما بنسعد بمشاركة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي معنا من خلال برنامج الترند وعبر منصات القناة الأهلي في السوشيال ميديا. طب نستعرض بقى الإجابات أكيد. نورة بتقول مساء الخير، إن شاء الله الأهلي هيكسب كل البطولات. زي ما بقول لحضراتكم الكل متفائل ومش بطولة واحدة، لا تبقى كل البطولات. عمرو منصور بيقول مساء الخير، أتمنى تحقيق بطولة الدوري حتى نقترب من البطولة رقم 50. بطولة إفريقيا عشان نكمل دستة 12. كاس عالم انديه عشان نكمل الكؤوس داخل دولاب البطولات، والبطولات بتحب الاهلي والاهلي عنوان البطوله. نكمل مع بعض.
محمد ماهر. طبعا البطولة الأغلى على قلوبنا أفريقيا، بس ما يمنعش إننا طمعانين في الدوري والكاس. تحياتي لحضرتك. آخر تعليق معايا بسرعة، فتحي بيقول أتمنى أن يحقق الأهلي كل البطولات ويوسع المسافة أكتر وأكتر بين أقرب منافسيه، وإن كنت أحب بطولة أفريقيا لأن هي البرهان والدليل القاطع أن الأهلي زعيم الكرة الأفريقية. وتحياتي لحضرتك يا أبو فارس. شكرا جزيلا يا أستاذ فتحي، شكرا لكل الناس اللي شاركت معانا النهاردة في الإجابة على السؤال، والشكر موصول بالتأكيد للفنان الكبير نبيل الحلفاوي على حرصه ومتابعته الدائمة لبرنامج الترند. في الختام ومع ختام الأسبوع، نتمنى نكون وفقنا على مدار الأسبوع في تقديم مادة إعلامية فيها أخبار وانفرادات وكواليس مهمة جدا، وإلى اللقاء بإذن الله الأسبوع القادم في حلقات جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.